في ظروف استثنائية العالم كله بيعيشها دلوقتي طبعا على إثر الأزمة الأوكرانية الروسية، وفي حالة تضخم موجودة في دول كتير. احنا بنتكلم على ارتفاع معدلات التضخم في دول كتيرة في العالم. لو هنتكلم على أوروبا، في بعض الدول فيها لكتلة الاتحاد الأوروبي وصل معدل التضخم فيها ل 8.1%، رقم كبير جدا. بعض الدول التانية دول كبيرة جدا وصل ليها فيها معدلات التضخم للأعلى منذ 40 عاما. إذن هي أزمة كبيرة العالم كله بيمر بيها. طيب الدولة المصرية عملت إيه؟ دايما الدولة المصرية وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيؤكد انحيازه للمواطن، خاصة الفئات الأولى بالرعاية. عشان كده امبارح احنا شفنا توجيهات سيادة الرئيس بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية، وده من خلال ضم 1 مليون أسرة إضافية لبرنامج تكافل وكرامة. كده هيكون إجمالي المستفادين من تكافل وكرامة أكتر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية. مصطفى، 20 رقم مليون. كبير، يعني احنا لو احنا 100 مليون احنا بنتكلم في حوالي خمس الشعب المصري. 20 مليون مواطن رقم ضخم جدا. التوجيهات ايضا تضمنت ايه؟ تضمنت صرف مساعدات استثنائيه ل 9 مليون اسره لمده 6 شهور قادمه. التكلفه هتكون حوالي 1 مليار جنيه كل شهر للاسر الاكثر احتياجا، لاصحاب المعاشات اللي معاشهم الشهري اقل من 2500 جنيه، كمان ايضا للعاملين في الجهاز الاداري للدوله اللي مرتبهم الشهري أقل من 2700 جنيه. ده غير أيضاً أن في توجيهات متعلقة بتعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال. حط تحت دي 100 خط قصة تعزيز الأمن الغذائي. هيكون هناك توسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة. هتكون الكمية حوالي 2 مليون كرتونة كل شهر. تخيل الكرتونة دي هيبقى فيها ربما أهم السلع الأساسية. هيتم توزيع هذه الكراتين من خلال منافذ القوات المسلحة، ده أيضا بالإضافة إلى قيام وزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام. مجهود كبير جدا أعتقد الدولة المصرية هتبذله من خلال عدد كبير من وزارات البصرة. والجميل أن الدولة معترفة أنه إحنا في مشكلة العالم كله بيمر بيها، لكن يلا نحل المشكلة دي، يلا نشوف فين نقدر نعمل إيه، مين الأسر الأولى بالرعاية، ونروح لقرى بعيدة ونشوف الناس فيها محتاجين إيه. وكل الإجراءات دي مرصود ليها ميزانية إجمالية حوالي 11 مليار جنيه. على فكرة دي مش أول مرة سيادة الرئيس يوجه بإجراءات حماية اجتماعية. في شهر مارس اللي فات كان في توجيهات رئاسية بإصدار أضخم حزمة قرارات حمائية قيمتها وصل ل 130 مليار جنيه، وكان فيها زيادة معاشات وأجور وعلاوات، وكمان زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة وصل النسبة دي ل 25%. مصطفى، الدولة المصرية بتعمل حاجة ربما العالم كله في حتة وإحنا في حتة. سريلانكا اللي حصل فيها، بريطانيا رئيس وزراء بريطانيا استقال، رئيس وزراء إيطاليا استقال، العالم كله القيادات فيها بتستقيل والأزمة بتأثر هناك، وإحنا عندنا إجراءات حماية. الإجراءات دي ربما ليها تأثير إيجابي كبير على الأوضاع المعيشية للمواطنين محدودي الدخل. هتأمن ليهم حياة كريمة، هتخفف على الناس حالة الغلاء اللي العالم كله بيعاني منها، هتخلي كل الأسر الأكثر احتياجاً، هتخلي كل محدودي الدخل عندهم على الأقل حد الأمان المعيشي اللي احنا كلنا بنسعى ليه، ان ما يبقاش عندهم عوز في ظل ارتفاع اسعار لبعض السلع الغذائيه او الحياتيه. الحقيقه دي كانت من الاخبار الحلوه قوي اللي حصلت امبارح، واحنا حبينا نبتدي بيها اليوم النهارده مع حضراتكم، انه احنا شايفين الاجراءات اللي بتاخدها الدوله من اجل الاسر الاكثر احتياجا، وانه الدوله عارفه الناس دي محتاجين ايه وقادرين يوصلوا لهم من خلال وزارات مختلفه بتقوم بمجهودات كبيره. مشروع كبير اعتقد الدوله المصريه كلها هتتكاتف من خلاله، واعتقد انه هيبقى نموذج لكتير جدا من الدول في ظل ارتفاع الأسعار العالمي طبعا المرتبط بارتفاع أسعار الطاقة العالمية. بنصبح على حضراتكم، صباح الخير عليكم، صباح الخير مصر.